الرحمن الرحيم. وحدة وزن الحجوم من المد يعني ايه؟ كلنا عارفين يعني الكثافة بتساوي الوزن على الحجم. الوزن الكثافة بتساوي الوزن على الحجم. الورقة اللي قدام حضراتكم دي انا شايفها بالنسبة لي كنز. دي بتجيب لك كثافة كل حاجة في مواد البناء. يعني مثلا عندك الاسمنت كثافته 1440 كيلو جرام على المتر مكعب. الستيل وزنه كثافته 7850 كيلو جرام على المتر مكعب. والرمل هو نسي يكتب الرقم بتاعه او هو ما كانش عارفه. لو جه الميه مثلا الستون الحجر اهو. البي سي سي ده غالبا دي الخرسانه العاديه. وهكذا الجلاس جلاسز الازاز وهكذا. جايب لك كل حاجه بالشكل ده. الرخام الماربل ستون اهو البيوتيمين وهكذا. وجايب لك الكوريجيتد شيت اللي هو الشيت الحديد المموج ده اللي هو زي البيبان بتاعت المحلات المعرجه كده. ده اللي بيتحط فوق الهناجر من فوق وهكذا. الصويل نفس الكلام. الطوب اهو يا باشمهندسين. هستفيد ايه بكثافه المواد اللي هو جايبها لي دي؟ هتستفيد ان انت ممكن تعرف الوزن بدلاله الحجم، او تعرف الحجم بدلاله الوزن، او العكس. يعني انا بقول لك دلوقتي تعال نكتبها كده مع بعضنا. الكثافه اهي، الكثافه دي معروفه عندي تمام. بتساوي ايه يا باشمهندسين؟ بتساوي الوزن على الحجم تمام. دلوقتي الوزن اهو، لو الكثافه خلاص معروفه. وليكن مثلا هنيجي عند الاسمنت، الكثافه بتاعتي معروفه، هحط الرقم ده هنا اللي هو 1440 كيلو جرام على المتر تكعيب. لو انا عايز اعرف لو انا عندي متر مكعب، متر مكعب متر في متر ومليان اسمنت، وزنه هيبقى يساوي قد ايه؟ هيساوي 1440. طب لو عندي اتنين هحط هنا اتنين، هحط هنا اتنين واضربها في الكثافة، هتطلع لي الوزن بتاع المادة اللي عندي. طب هتقول لي برضو ايه اللي هيخليني اعرف عايز اعرف حاجة بدلالة حاجة تانية؟ هقول لك مثلا على موقف حصل معايا. كان عندنا سقف تكعيبه على الورق، يعني احنا كعبناه خرسانة عشان نطلب الخرسانة بتاعه تكعيبه الهندسي 400 متر مكعب. والسقف ده كان فيه كام يا باشمهندسين؟ كان فيه 60 طن حديد. لما جينا كعبناه لقيناه 400 كيلو 400 متر مكعب، فقالوا احنا نطلب ال 400 متر مكعب. فجيت انا وقفت وقلت لهم لا مش هنطلب ال 400 متر مكعب. قالوا لي ليه؟ قلت لهم السقف ده فيه 60 طن. الستين طن حديد دول احنا اهملنا واحنا بنكعب السقف، ان هم الستين طن حديد دول ليهم اصلا حجم، واخدين حجم من حجم السقف. احنا لما بنيجي نكعب السقف طول في عرض في سمك، فاعطانا تكعيب السقف. انت ناسي بقى ان الحديد اللي موجود في السقف اللي عندك ده واخد حجم من حجم الخرسان. يعني مفيش، يعني الحديد ده واخد جزء من حجم الخرسانه اللي موجود، فلازم أن تخصم حجم الخرسانه ده. طيب قالوا لي طب الحديد ده يعمل حجم قد ايه؟ بمنتهى البساطه حضرتك حط الكثافه هنا كده بتاع الحديد، ادي الكثافه بتاع الحديد اللي هو 7850. بمنتهى البساطه ادي 7850 تمام. الحديد ده كان بيساوي قد ايه يا باشمهندسين؟ بالوزن كان بيساوي 6 طن. 6 طن معناها ان هي 6000 كيلو، لان هنا الموضوع كله الكثافه جايه لي بالكيلو جرام على المتر تكعب. ففاضل لي الحجم اللي هيطلع لي، هيطلع لي ايه بايه يا باشمهندسين؟ هيطلع لي بالمتر مكعب. فاقسم 6000 على 7850 هيطلع لك رقم، هيطلع لك رقم. انا غالبا الحجم ده الارقام دي انا مش فاكرها، بس انا فاكر عندي طلع حوالي 10 متر مكعب. فهيطلع لك حجم، اخصمه من حجم اللي انت مكعبه، وهو هيبقى ده حجم السقف اللي عندك تمام.
طيب يعني احنا قلنا 6 طن مش معناها 6000، اسف، 6 طن معناها 60000، 60 طن. احنا قلنا وزن الحديد كان 60 طن، يبقى 60 في 1000 ب 60000. طب ادي كده يبقى ناقص هنا صفر، يبقى 60000 على الرقم ده. احنا ممكن مع بعضنا كده نجيب الآلة الحاسبة، تمام، ممكن نجيب الآلة الحاسبة أهي ونقول له 60000، أدي 60000 على 7850، هيديني تكعيب الحديد، يعني الحديد ده يعمل 7.6 متر مكعب، واحنا كنا مكعبين السقف كام يا باشمهندسين؟ 400 متر مكعب. يبقى نخصم 7.5 مثلا من ال 400 دول ونطلب الكميه بتاعتنا مع مراعاه الهادر. ده بالنسبه للناس اللي كانت بتسالني ايه فايده البدايه، كانت ايه يا باشمهندسين البدايه؟ ان انا نشرت الورقه دي على الجروب بتاعنا. انا اسف، ثانيه واحده. البداية انا نشرت الورقة دي على الجروب بتاعنا والصفحة بتاعتنا، فقلت ان الورقة دي كنز يا باشمهندسين، ويا ريت كلنا نهتم بيها او تخليها على موبايلك باستمرار، لان الورقة دي هتحتاجها كتير جدا. فناس سألتني كتير ايه فايدة الورقة دي او استخدمها ازاي، فقلت انا اعمل فيديو اشرح فيه الكلام ده، تمام. هات يا باشمهندسين، فانت عندك دايما هتحتاج للورقة دي باستمرار. في ناس بتعمل شغاله في الاختبارات بتاع التربه برضه هتحتاج الكلام ده. الكثافه بتساوي الوزن على الحجم، الكثافه بتاع اي حاجه عندك معروف. هتجيب عايز تعرف وزن الحديد وعندك حجم معين، عايز تعرف الوزن الحجم ده بيساوي قد ايه، اضرب في الكثافه. عندك وزن حاجه معينه وعايز تعرف تعمل حجم قد ايه، اقسم الوزن ده على كثافته، وهكذا. ده كان بالنسبة لوحدة وزن الحجوم من أي مادة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.